احنا في شركه طاقه سعداء حقيقه بالمشاركه في الحدث اليوم. شركة طاقة مثل ما هو معلوم هي شركة مساهمة عامة لها ثلاث وحدات عمل أساسية: وحدة الإنتاج المال كهرباء، وحدة النقل والتوزيع، ووحدة النفط والغاز. قامت شركة طاقة مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة بخصوص تفعيل عملية الانتري فاليو أو العمل بالقيمة المضافة المحلية، وحاليا في صد الخطوات الأخيرة إن شاء الله يعني من قريب بنبدأ تنفيذه، ونحن بصدد تفعيل الاتفاقية مع جميع الموردين في دولة الإمارات.